وتحديدا نتابع معكم الآن شيخ الأزهر الشريف يضلي بصوته داخل لجنة الاقتراع، وهناك حشد كبير من الجماهير وتواجد عدد كبير من الجماهير داخل لجنة الاقتراع، وكما نرى معكم الآن ونشاهد هذه اللقطة الحية المباشرة لإدلاء شيخ الأزهر الشريف بصوته في الانتخابات الرئاسية، وهناك من خلال هذه الصورة تعاون من قبل المسؤولين والمتواجدين داخل لجنة الاقتراع، وقد أدلى بصوته بالفعل الآن شيخ الأزهر الشريف، أو سيتم التوجه بعد ذلك، وقد أدلى بصوته شيخ الأزهر الشريف من داخل لجنة الاقتراع. وصورة أخرى مشرفة للمصريين وللمسؤولين وللمواطنين، كما نرى الآن وزير الصحة يضلي بصوته أيضا في الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة لعام 2018. هذه هي الصورة المشرفة لكل المصريين من جميع الفئات. نتابع معكم الآن وزير الصحة يضلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وهذه الصورة الحية المباشرة من داخل لجنة الاقتراع محافظة القاهرة، ويضلي بصوته الآن، وهناك تعاون كبير كما نرى من قبل المسؤولين والقضاء المتواجدين داخل لجنة الاقتراع. وهذه صورة أخرى مرة ثانية مشاهدينا الكرام لشيخ الأزهر الشريف بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات الحية المباشرة عبر شاشة التلفاز، شيخ الأزهر الشريف الذي يدلي بصوته وقد أدلى بصوته بالفعل في الداخل لجنة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونرى العلم المصري يرفرف في كل مكان على لجان الاقتراع في جميع أنحاء الجمهورية. وشيخ الأزهر الشريف يعني هذه الصورة المشرفة وهو يرفع بيده الآن أو يرفع يده الآن بعد الإدلاء بصوته، ونرى أثر الحبر السري بعد أن تم بالفعل تمت عملية الإدلاء بصوته، وهو يخرج الآن بعد أن أتم عملية الإدلاء بصوته داخل لجنة الاقتراع.